بقى وازاي وهيبقى مكوناته ايه. انا شايفه ان انت معاكي رابوه جايباها هتجربيها قدامهم. ده انت قلتي لي ان هو سبراي مش كريم. مش كريم، ده دي ميزه بقى، كان يعني الميزه نعتبر ان اللي دي اول فيه. ميزه. احنا في الصيف التصبغ بيزيد اكتر في الصيف عشان العرق، احنا قلنا نتيجه التعرق بيبقى فيه بكتيريا، البكتيريا اللي بتطلع ديت بتزود الميلانين او اللي هو التصبغ الهايبر بيجمنتيشن اللي موجود في البشره، فبتعمل الاسمرار او لسواد المنطقه دي. فاحنا عندنا المكونات اللي موجوده فيه، في عندنا الترايكلوسان وفي الصايم اللي هو الزعتر، بتقتل البكتيريا الناتجه عن التعرق اللي بتعمل الهايبر بيجمنتيشن اللي هو التصبغ اللي بتعمل لنا سواد في المناطق الحساسه. تمام. فاحنا عندنا السبراي، هو سبراي ده احسن حاجه عشان الصيف انا مش هينفع احط كريم عشان بيبقى بشرتي دايما اساسا الصيف العرق، هحط كريم الشمس هتسيح، الناس عارفه ان انا حاطه كريم، الكريمات بتسيب اثر، هبوظ هدومي، طب انا هحطه لما اروح انام؟ لا، انا هحط منه سبراي بيمتص البشره كلها، مش هيسيب اثر، مش هيبوظ لي هدومي، هقدر احطه وانزل، هقدر احطه وانا في البيت، ريحته حلوه جدا، يعني فمش مش من هيعمل الروائح لي المزعجه بقى لا اللي خالص، تكرهني لا في الموضوع. مش دواء وريحته لا، وحشه، ريحته حلوه. لا ريحته حلوه جدا، كاني حاطه برفيوم او كاني حاطه حاجه ريحتها حلوه. ممكن استخدمه كمضاد للتعرق بدل مضادات التعرق اللي هي ممكن تسد المسام، فانا ممكن استخدمه عشان طبيعي ما فيهوش اي مشاكل، مش هيزود لي التهاب، مش هيقفل لي مسام، فده طبيعي جدا، ممكن ان انا استخدمه في اي وقت مع كل الاعمار كمان، يعني ممكن نستخدمه من الاطفال لحد كبار السن، مفيش اي مشاكل عشان مفيهوش اي سايد افكت، ملوش اي اثار مالوش اي جانبيه اثار جانبيه خالص. خالص. مهما استخدمته، طب انا مش هستخدمه مع بنتي عشان خاطر لا ما استخدمش ادويه عشان ما اضرهاش، صحيح، لا خاصه البنات الصغيره لسه. بالظبط، لا هو كل المكونات اللي فيه مكونات طبيعيه، فانا كده مش باذيها، انا بعالجها بهم حاجات طبيعيه من غير وصفات، كاني عملت وصفه من الوصفات اللي على الانترنت، بس وصفه طبيعيه علاجيه بالمكونات اللي الجسم محتاجها بالظبط، يعني وصفه انا شايفه من خلال بمقادير الكلام اللي معينه. بتقوليه ده يا دكتور ليلى ان هو ليه مميزات كتير عن بعض الكريمات او المنتجات التانية. هو مختلف جدا عن كريمات التفتيح اللي موجوده في السوق. كريمات التفتيح اللي موجوده في السوق بعض منها بيبقى بيحتوي على مقشر عشان اقدر افتح البشره، انا بزيل البشره الخارجيه، بشيل الطبقه الخارجيه من البشره عشان اقدر افتح. طيب ده هينفع مع كل الجسم بس ما عدا المناطق الحساسه، شفنا قلنا المناطق الحساسه دي لو عملنا فيها اي تفتيح او عملنا فيها اي تقشير ده بيعمل التهاب، والالتهاب هيودينا لنفس المشكله تاني، ان انا هزود الهايبر بيجمنتيشن اللي هو التصبغ بتاع البشره، فبدل ما بعالجها انا بوديها لحاله اسوء، ان انا صحيح. بزود اسمرارها تاني. فهنا بعالج الالتهاب، في كالندولا اللي هي بتعالج الالتهاب انتي انفلاماتوري، وفي الاثنين اللي هو بيقضي على البكتيريا زي ما احنا قلنا الناتجه عن التعرق اللي هي بتزود الميلانين بتاع البشره فبيزود التصبغ، فانا بقتل البكتيريا وببتدي اعالج التصبغ اللي موجود او المشكله اللي اللي موجوده. موجوده. وكمان في فيتامين زي فيتامين سي واي، طبعا فيتامين اي موجود في كل الكريمات التفتيح عشان هو اكتر فيتامين مفيد للبشره واكتر فيتامين بيساعد على تفتيح البشره، فنقدر دلوقتي طريقه استخدام بقى. نجربه. طيب ادي رشه، دي التانيه يعني رشتين على المنطقه اللي هي على عايزاه، سواء المنطقه الاندر ارم او او البكين. البكيني لاين، تمام. برش مرتين وابتدي اعمل مساج للمنطقه اللي عندي فيها المشكله او اللي انا رشيت عليها، مش بيحتاج كتير، يعني مش محتاجه ان انا احط كريم كتير او ان انا احط منه كتير، طب يا ترى هيكفيني ولا لا؟ لا هو هيكفيكي عشان يعني هي لو بوظيها رشه واحده هتكفيها فتره طويله. هتكفيها ممكن فتره العلاج ويمكن تكمل معاها كمان. طيب، جميل. بالظبط، فايدي مفيش خلاص، اي مفيش اي اثر حاجه. انا فعلا دهني، يعني حتى لو المشاهدين مش شايفين على الكاميرا، انا شايفه ايدك مفيهاش ما فيهاش اي اي اثر ماده دهنيه خالص. بالظبط، الاثنين زي بعض كاني ما حطيتش حاجه، مش هتاذيني. ريحته كمان حلوه، مش كريم، في كريمات كتير لو عايزه مضاد للالتهاب او مضاد للحروق بيسيب ريحه جامده، تبقى ريحه يعني نفاذه، ممكن واحده تحطه الصبح عادي وهي واحطه نازله لبسها مش مش هيتبهدل. هتبهدل خالص، بدل مضادات التعرق اللي انا هقفل بيها المسام فاعمل التهاب او هسيب اسمرار، ببتدي اسمر البشره. كمان البنات الصغيرين من دلوقتي اللي بيستخدموا مضادات التعرق او الحاجات اللي موجوده
في السوق دلوقتي، انا ببتدي دلوقتي بعمل البيجمنتيشن، بزود البيجمنتيشن بتاعت الجلد، فمع مرور الوقت هتلاقي ان بشرتها بتغمق. يعني اعتبر دي مثلا دكتور ري نصيحه لكل ام، يعني البنت لسه صغيره مش عارفه برضو ايه الصح من الغلط، لكل ام ان هي تقول لبنتها مثلا استخدميه ما فيهوش اي مشكله خالص. بالزبط. مع الوقت مش هيكون بقى في تصبغات زي مثلا واحده تصبغات على المدى البعيد. بالظبط، مفيش تصبغات، مش بقفل المسام بتاعت الجلد، فمش باذي الجلد، مش بعمل له التهاب، الالتهاب يقلب الاسمرار. ببتدي من بدري بدل ما اوصل للحاله بعدين وارجع المنطقه توصل زي الحالات الكتير اللي احنا بنشوفها دلوقتي، الالتهاب قالب بغمقان باسمرار جامد في البشره، بتقعد فتره علاج. طب انا ابتدي من دلوقتي اشوف ايه الحاجات الغلط، ايه اللي انا بعمله غلط، او ايه اللي انا ممكن اتجنب ان انا اعمله عشان ما وصلتش للمرحله اللي انا ناقصه اقعد فتره علاج طويله. طيب النتيجه بقى يلاحظوها امتى وتوصل للنتيجه النهائيه المرضيه امتى؟ بس هي النتيجه على حسب كل كيس. انا في الحاجات المعروفه يعني عامه كذا كيس انا شفتها، بعد اول شهر بنلاقي النتيجه يعني، او بعد اول شهر بلاقي ان في اختلاف. انا الجلد كان فيه التهاب، الالتهاب راح. الجلد كان ناشف، كان فيه غمقان، الغمقان ابتدى يخف. الجلد ابتدى يترطب بالمواد الطبيعيه اللي موجوده فيه. بعد 3 شهور بوصل للنتيجه النهائيه، بلاقي ان الجلد خلاص ما بقاش فيه اي مشاكل. مش هقدر بعد 3 شهور مش هقدر اعرف ان الجلد ده كان فيه التهاب او كان فيه اسمرار ولا لا. خلاص هي اتعالج تماما، مش هلاقي التصبغ ده. يعني لو واحده قالت لي، واحده صاحبتها بقى، ان انا كده طبيعيه، هتصدقها يعني؟ ما عنديش اي مشكله، ما كانش عندي اي حاجه، هتصدق فعلا مش هنلاقي اي اختلاف في اللون. نقدر بقى نتعامل حياتنا طبيعي، ما عندناش اي مشاكل، ما عندناش اي التهاب. بس بعديها بقى ابتدي امشي صح. يعني لو كنت بستخدم حاجات مضاده للتعرق بتقفل المسام، ابعد عنها. استخدم حاجات طبيه. لو بستخدم مضادات للتعرق، اقرا الحاجات اللي موجوده عليها، اشوف الحاجه دي طبيه هتنفع معايا تمام. الوصفات المختلفه اللي موجوده، اعرف ان في فرق ما بين المناطق الحساسه ليها حاجات معينه، وبقيت جسمي دي حاجه تانية خالص. بالظبط. الليزر او او ازاله الشعر بالشفره او بالشمع او باي طرق مختلفه، اعرف ان ده الجسم كله حاجه، والمناطق دي حاجه تانية. همشي، هبقى عارفه خلاص انا هعمل ليزر كده كده. خلاص همشي بعديها على فتره علاج. وقت ما بخلص الليزر ببتدي اخد العلاج معايا، عشان خاطر ما اوصلش للمرحله اللي هو بعد كذا جلسه من الليزر الاقي المنطقه دي بتسمر. وانا كنت عايزه اتخلص من الشعر، عشان اوصل لمشكله ثانيه. ان الاقي المشكله لا اكبر، ان هوصل لاسمرار. فابتدي اعالج من الاول. يعني لو واحده عامله ليزر عادي تعمله ما فيش اي مشكله خالص، ولكن ممكن تستخدم السبراي رون وهيجيب معاها النتيجه، يرجع لها بشرتها الاصليه او لونها الطبيعي. بالظبط.